تلوين كتابة القرآن بالأحمر والأخضر والأصفر كثير من الفقهاء من لم يجد ذلك. نعم. الآن في مصاحف طبعت في تركيا، نعم، لفظ الجلالة تكتب بالأحمر. هذه يعني طريقة يعني من البسخ بمكان، تفنن لا داعي إليه ولا موجب له، لا يعين على يعني تحسين القراءة، ولا يعين على ضبطها، ولا علاقة له بالتفريق بين حروف معجمة وحروف مهملة، ولا علاقة له بالإعراب بشكل من الأشكال. كل ما هنالك يعني خطر في بال أناس أن يفرقوا بين ألفاظ الجلالة وغيرها، فيكتبوا لفظ الجلالة بلون آخر. طيب لماذا؟ هذا التفنن لا موجب له، وأنا مع الفقهاء الذين قالوا بمنعه. نعم. وهذا باب إذا فتح لا حد له. يأتي أيضا من يقول كل آيات القرآن التي فيها صفات لرب العالمين سبحانه وتعالى أو فيها أسماء من أسمائه الحسنى أيضا نكتب الأسماء الحسنى بلون آخر غير اللون الأصلي الذي كتب به القرآن. رأي يدخل هذا أيضا، وهنالك آراء كثيرة كلها يمكن أن تسري إلى القرآن ويصبح القرآن ألعوبة بأيدي الناسخين وأيدي المتفكرين والمتفننين وما إلى ذلك، والقرآن ينبغي أن نسمو به عن هذا. نعم.